تعالى نروح للدوري الانجليزي. الدوري الانجليزي طبعا وتتويج المان سيتي للمره الثالثه على التوالي، شايف التتويج ده مستحق؟ بعض الناس بتقول او في تعاطف كبير جدا مع فريق الارسنال اللي يعني كان على قمه الدوري الانجليزي ليه شهور طويله جدا جدا، وارتيتا اللي عامل كمان شكل اكتر من رائع، ولكن سياسه النفس الطويل ما كانتش موجوده في فريق الارسنال. وهي دي احنا نقف هنا عند سياسه النفس الطويل، ازاي ان انت تكون فريق تخلق فيه كل المقومات للمنافسه على المدى الطويل، النفس الطويل. يعني بالمناسبه ان ارسنال هو اكتر فريق لو اتكلم بقى رقميا 248 يوم في صداره الدوري الانجليزي، وده اكتر فريق في التاريخ، في تاريخ الدوري الانجليزي حقق عدد ايام في الصداره. ولكن هنا نقف عند النفس الطويل، وهنا لا، هنا البيب جوارديولا مع خلق عناصر فعلا بتعمل لنفس طويل جدا، معاه فرقتين ثلاثه يعني عارف ازاي يخلق او يعمل عليهم البريشر الايجابي، ان اللاعب دوت عارف هو بيعمل ايه امتى، ازاي اللاعب ده بينفذ افكاره، وده اللي احنا شفناه. البيب جوارديولا النفس الطويل عارف هو امتى. لو احنا قارنا اخر 10 مباريات للارسنال واخر 10 مباريات للمان سيتي هذا العام بعد الصداره والهيمنه يعني طوال الموسم زي ما حضرتك قلت، هنلاقي هنا 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 نقطه التحول، هنا النفس الطويل، هنا الخبرات، ازاي ان انا استمر، ازاي انا اطلع في اخر نفس. اللي كان بيعملها دايما هو ليفربول، هو ده الفريق الوحيد اللي بينافس في اخر 5 6 سنين مع طبعا المان سيتي. هكلمك